هل للصلاة أثر في جعل الإنسان إنسانا مثاليا؟ مثالية الإنسان تكون في قيامه بالواجب نحو ربه، والواجب نحو نفسه، والواجب نحو غيره من الناس، والصلاة كفيلة بكل ذلك. ففي مجال الواجب نحو الله فيها ذكر لله من تكبير وإقرار بالوحدانية والصفات العالية حين يقرأ الفاتحة والقرآن ويسبح راكعا وساجدا وداعيا. ويكفي في بيان ذلك حديث مسلم فيما يرويه الرسول عن ربه: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي مجال الواجب نحو النفس، الصلاة فيها إشراق للروح وأنس بالله وطمأنينة للنفس وفسح للصدر بالأمل وبعد عن العقد النفسية وقوة للعزيمة. ولذلك كانت قرة عين الرسول يلجأ إليها كلما حزبه أو حزنه أمر. وفيها تصفية للنفس من الكبر والغرور، وإشعار بعزة الإنسان بالله وكرامته بالدين، فلا يذل لمخلوق ولا يخشى أحدا غير الله سبحانه. والصلاة بما اشتملت عليه من أقوال وأفعال تعود الإنسان أن يقرن العلم بالعمل، كما يظهر ذلك في ركوعه وسجوده، كما أن فيها تعويدا على الإخلاص في العمل وعلى النظام في الحياة، بما فيها من ضبط للأوقات وتنسيق لأداء أركانها، كما أن فيها تعويدا على النظافة بما يشترط لها من طهارة وغير ذلك. وفي مجال الواجب نحو الغير نرى الصلاة ترقق قلب الإنسان وتهذب غرائزه ليخرج منها عف اللسان، لين الكلام، خافضا للجناح، رحيما بالضعفاء، بعيدا عن اقتراف المنكرات فيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين الناس، كما قال رب العزة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك إذا أديت على الوجه الصحيح بما فيه من خشوع وخضوع. ولم تكن كما قال رب العزة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وكما في الحديث القدسي الذي رواه البزار: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. وفي الصلاة مع الجماعة تطبيق عملي للديمقراطية السلوكية بما فيها من مساواة وتعويد لطاعة الرؤساء وتمرين على النظام بربط حركات المأمومين بحركات الإمام وتسوية الصفوف وسد الفرج بين المصلين. وفيها دعوة عملية للاتحاد والتعاون وفرصة للتجمع والتعارف وما ينشأ عن ذلك من تبادل الآراء والمنافع. وفيها تقوية ترابطة الألفة والمحبة بين الناس. وبهذا العرض الموجز لحكمة مشروعية الصلاة نجد أن أثرها كبير في جعل الإنسان إنسانا مثاليا من كل الوجوه، والله أعلم.